من كريم يسري في واشنطن إلى مراسلنا ياسر نور الدين هذه المرة من منهاتن. ياسر، آخر ما صدر عن الحزب الديمقراطي من بعض أفراده كانت نانسي بيلوسي وهي تتحدث قبل لحظات، والجانب الأكبر من حديثها كما لو كان جو بايدن بالفعل قد أصبح رئيسا للولايات المتحدة، التعهد بالقضاء أو باحتواء تداعيات فيروس كورونا على المستوى الصحي. إلى أي مدى كانت هذه الأزمة هي الرهان الأكبر الذي راهن عليه جو بايدن وخسره دونالد ترامب؟ في البداية برحب بك أحمد وبالسادة المشاهدين. كما تفضلت، وباء كورونا أو جائحة كورونا كانت هي أعتقد حجر الزاوية، وقد قلنا مرارا وتكرارا أن هذه النقطة بالذات هي ما قام جو بايدن بالتأكيد عليها وتخويف المجتمع الأمريكي بهذه النقطة، وأن دونالد ترامب فشلا ذريعا في أنه يحتوي هذه الأزمة مبكرا، وأن آلاف من الشعب الأمريكي قد قدموا حياتهم لهذا الوباء، وبالتالي كانت هذه الأمور كلها حول هذا الموضوع ما تم فيها هو فقط يعني قد جعل أسهم دونالد ترامب تنزل كثيرا، حتى أن الآن أصبحت الأمور تسير وكأن جو بايدن أصبح الرئيس القادم، وكأن الغرف المغلقة لهذه العملية الانتخابية أحمد قالت أنه الرئيس القادم، حتى أنكم كما ذكرتم أن واشنطن بوست قالت أن هناك تعزيزات أمنية كانت حول أو أصبحت حول جو بايدن أكثر، وإن كانت هذه المسألة يعني بتعد طبيعية جدا في كل الانتخابات أن يتم تعزيزات أمنية، ولكن هذه المرة التعزيزات الأمنية كبيرة جدا أيضا. معلش ياسر، في هذه النقطة بعد إذنك يعني من له نعم، طالما أنك أتيت إلى هذه النقطة، التعزيزات بحسب الأنباء الآتية من ديلاوير تقول بأن محيط المنصة التي تحدث فيها أو تحدث منها جو بايدن بعد ساعات من انطلاق هذه الانتخابات مساء بالتوقيت المحلي لديلاوير عززت عندها الإجراءات الأمنية، وبالتالي هناك من يتحدث عن أن جو بايدن قد يتحدث مساء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة. هل من أنباء تؤكد أو تنفي هذه المعلومة؟ ليس هناك أنباء أحمد، ولكن كل يعني لك أن تتخيل أن أكبر أو كبير مستشاري دونالد ترامب الاقتصاديين وهو لاري كودلو قد قال منذ قليل عندما سئل في العملية الانتخابية وهو مستشار الاقتصادي لدونالد ترامب، قال أننا سوف إذا ثبت هزيمة دونالد ترامب سوف تسلم السلطة سلميا، وهذا هذه الأمور وهذه الكلمات لا تخرج من رجال دونالد ترامب إلا يعني إذا كانت الأمور تقترب كثيرا من جو بايدن. الاحتماليات كبيرة جدا باقتراب يعني جو بايدن، متقدم في بنسلفانيا ومتقدم في جورجيا، متقدم في أغلب الولايات، وقد أشرفت يعني بين يعني ساعة وأخرى أو أقل حتى من الممكن أن تعلن النتيجة في أي من هذه الولايات. بمجرد أحمد يعني إعلان أي من هذه الولايات، أنت تعلم والسادة المشاهدين يعلمون الآن أن جو بايدن يحتاج فقط ولاية واحدة، 20 صوتا أو مندوبا للمجمع الانتخابي في بنسلفانيا كفيلون وأكثر لأن يعتلي جو بايدن ولاية أو اعتلاء البيت الأبيض. هنا في نيويورك الأمور تسير، أنا أقف الآن في ميدان يونيون سكوير وهو الميدان الذي خرج منه بالأمس مظاهرة كبيرة، والأمور تسير يعني شيء عجيب جدا، الأمور الآن تسير طبيعية للغاية، ولكن ما بين ثانية وأخرى قد تنقلب الأمور، حيث أن جميع بنسبة 99% من المحال وحتى البنوك والشركات الكبرى في هذه الشوارع المحيطة بهذا الميدان وبعيدة عن هذا الميدان أغلقت تماما بألواح خشبية تحسبا لأعمال شغب. ياسر، سؤالي الأخير لك، وفق ما ذكرته حتى أنت من معطى تم تداوله اليوم على نطاقات واسعة، من أن أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحه بحتمية تسليم السلطة طوعا وبأن يقر
بهزيمته إذا ما جاء الإعلان هذا المساء بأن إحدى الولايات الحاسمة ستمنح الأفضلية لجو بايدن. في المقابل هناك من يقول أن بعض مستشاري دونالد ترامب يقولون أنه لا يتعين عليه إطلاقا أن يسلم السلطة بهذه السلاسة، وعليه أن يظهر قدرا أكبر من العناد في طريقة التسليم. هل الأمر سيترك في النهاية لقناعات دونالد ترامب الشخصية، ولا المستشارين سيكون لهم القول الفصل في أي المآلات سيذهب إليها ترامب؟ شكرا أحمد. المسألة بأن دونالد ترامب هو مغاير لكل التوقعات. دونالد ترامب كنا قلنا من قبل أنه لا يستمع إلى مستشاريه في أي شيء. كان في المناظرة الأخيرة له كنا نعول على أنه يستمع لمستشاريه وأن ينصت إليهم وأن يغير لغته التي التهكمية والهجومية بشكل كبير. هنا أحمد كل الأمور وكل ما حولي الإعلام الأمريكي الآن عندما تقطع عليه خطابه بالأمس 4 قنوات أمريكية تلفزيونية إرساله ويقول المقدم البرنامج أنه لا يصح أن يتحدث بهذا الشكل، ونحن نعلم أن دونالد ترامب غير يعني لا يقول الحقيقة. كل هذه الأمور ضد دونالد ترامب. دونالد ترامب لم يبقي على صلته بالإعلام، ولم يبقي حتى على قضاياها التي يعني تقول الإحصاءات بأن السيدة الأمريكية قد أعطت صوتها لجو بايدن، وذلك لكثرة القضايا والمشبوهة حوله وحول أنه هناك قضايا تحرش كبيرة، حتى أن سيدة هنا في نيويورك قد قدمت في العام 1995 قضية ضد دونالد ترامب اتهمته بالتحرش. رجوعا وخلاصة القول في هذا الأمر لسؤالك، أن الأمور سوف ننتظر الضغط. هناك ضغط من جميع يعني الفئات، من الإعلام، من حتى المجتمع، وحتى من يكتبون على تويتر، والناشطة السويسرية التي ردت له الكيل اليوم الصغيرة، ناشطة المناخ التي لم تسلم من سهام دونالد ترامب العام الماضي، ردت له الكيل اليوم على تويتر وقالت له أنك نفس العبارات، أنك لابد أن تهدأ وتجلس مع صديق قديم تشاهد التلفاز، مثلما تهكم عليها عندما حصلت على جائزة من مجلة تايم الأمريكية. ياسر نور الدين مراسلنا على الهواء مباشرة من نيويورك، أشكرك شكرا جزيلا، سنعود إليك.